هو ويعادي ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو اطول واحد في الحاره يا 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 ودي يا تقيل يا زيزي دي اهم اول واحده دي اول عروسه اول يعني اول عروسه اتعملت عشاني يعني عملتها لنفسي وكنت عايز ابتدي بيها على اعتبار انه انت بتاع عرايس فين الرقاصه وانه دي اشهر كاركتر في الماريونيت في العالم يعني تحديدا ابتديت في الساقيه يمكن 2005 عملنا مسرحيه اسمها الماسوره الكبيره بتحكي عن اطفال الشوارع ومن ساعتها وانا خلاص يعني بقيت بعمل عرايس ماريونيت قبلها كنت بعمل عرايس مع الخيال الشعبي بس كنا بنعمل عرايس جوانتي زي الاراجوز بنعمل عروض في الشارع يعني تقريبا ابتدينا سنه 2000 حسينا انه العروسه هتبقى اداه مهمه ومؤثرة وسحرية يعني للتعامل مع الجمهور وخصوصا الأطفال فابتدينا نصنع عرايس ومن هنا جت الفكرة يعني كان بالنسبة لي يعني زي ما تقولي اللي اسمه ايه ده اللي كنت بحلم بيه يعني في مسرح وفي في نفس الوقت شغل يدوي شوف انا اقولك على حاجة عشان في ستيريوتايب بتاع اللي هو المراحل دي ارسم سكتش ومن السكتش بمقاسات منطقية على الخشب ودي طريقة أنا أحبها جداً أحياناً كتير فمش عارف قوي لو هي فعلاً مراحل ينفع أقول المرحلة الأولى نرسم سكتش المرحلة التانية كذا ولا الحاجات برضو مفيش قانون بس أحياناً تانية بتبقى مش عارف انت هتعمل ايه اصلا يعني زي مثلا مستر صفيحه وانا بشتغل فيه وكده ما عملتلوش سكتش وما ابتديتش من الرسم بالعكس انا ابتديت من الخامه انا كنت عايز اعمل عروسه معدن ودي كانت الفكره وقعدت العب بالمعدن والخامات لغايه ما طلع مستر صفيحه الخامه الاهم هي الخشب خشب الابيض للاسف ما عندناش انواع كتير وللأسف ما عندناش النوع المخصوص اللي بيتعمل منه العرايس في أوروبا وبره مصر وكده اللي هو وزنه خفيف وأليافه صغيرة جداً ومختفية تنفع تتنحت في كل الاتجاهات أو الزان بس مشكلة الزان إنه وزنه تقيل جداً يعني خشب جميل وأليافه صغيرة وما يبانش فيه يعني فلان معمول من الزان لكن وزنه تقيل وأصعب جداً في الشغل لأنه خشب صلب قوي يعني عادة الحاجات مستوردة من برا مفيش عندناش حاجة يعني الحاجة الوحيدة اللي بجيبها من جوه مصر هي الأزميل الدمياطي ده بيتعمل في ورشة يعني تحت السلم كده في دمياط يعني يعني مثلا كنت لسه هقول انه الفوم ده حاجة من الحاجات اللي بنستخدمها كتير خصوصا لو هنعمل راس العروسه حجمها كبير لانه مش الخشب ساعتها هيبقى وزنه تقيل جدا وصعب نفضيه من جوه فبنعمل سكيلتون كده جمجمه فوم وفوقيها عجينه ورق ومواد وخامات تانية كده جنبيها وغيرها ومش عارف ايه بحيث انه يبقى وزنها خفيف وحجمها كبير يعني احيانا ما بتلاقيش الفوم ده فنقعد ندور او مش هتلاقيه او هتلاقيه بعدها وسعره زايد اضعاف الحاجات دي ممكن نبقى بنحسبها في حاجة تانية غير الخشب الأساسي اللي بيتعمل منه العروسة يعني مثلاً الأكسسوارات الشعر، الملابس، الحاجات دي كاتيجوريز كتير جداً يعني ممكن تركب باروكة حقيقية أصلية من 5-6000 جنيه وممكن تركب باروكة تعبانة من 500 جنيه الخشب عادةً بيبقى هو نفس الخشب بنفس سعره كده وكده كده ايا كان العروسه مش سعرها في تكلفتها او اللي بيتصرف عليها بس الفكره في العمايل نفسها يعني مش السعر الخامه
العدة كمان على فكرة هي جزء كبير قوي من الشخصية بتاعت الفنان، يعني أيا كان الفنان. فأنا برضو عندي علاقة قوية بالعدة بتاعتي، عندهم أسامي وليهم معايا ذكريات وحكايات واسمه إيه ده وخبرات. يعني في عدة، في قطعة عدة حقيقي تتعلم منها، مش تتعلم بيها ولا كده، يعني فعلا في قطعة عدة انت تتعلم منها ازاي تستخدم كل النوع ده من الحاجات بما فيهم خصوصا ده. يعني ده واحد من اعزهم على قلبي، ده اسمه حسن. حسن حمادي. دي في الاخر دي بس المساحة اللي ببقى محتاجها عشان اشتغل في العرايس وكده. اهم حاجة عندي في الورشة الازميل، لان انا بشتغل زي ما كنت بقول لكم وبنحت الخشب وكده، وبالتالي ده الازميل الدمياطي ده من اهم قطع التعدة عندي في الورشة، يعني لانه هو اللي انا بنحت بيه الخشب. يعني نوريك انه غالبا العروسة قبل ما تبقى عروسة بتبقى حتة خشب زي دي. المبرد ده معروف مشهور، يعني اهم حاجتين ازميل ومبرد عشان يشتغلوا في الخشب يعني وكده. السكاكين بتبقى بما انها حامية قوي هتعمل حاجة اصغر وادق، لو عايز يعني تعمل جزء تفاصيل ليها علاقة بالعينين، الودان، بين الصوابع، المنشار. طبعا ده منشار موجود عند اي حد نجار يعني، بس احنا عندنا في مصر وفي اوروبا وكده المنشار اللي بيقولوا عليه ويسترن، اللي هو بيزق ينشر بس وانت راجع ما بياكلش، شاكوش والمطرقة الخشب نفس الحكاية، البلطة عشان اقدر افتح الخشب او زي ما بيقولوا بالبلدي كده افلقها. وبعدين طبعا ايه بقى المظلومة حبيبتي تيتا دي اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. يعني لسه بحاول اكتب حاجة ليها علاقة بالزاوية، عشان كده الزاوية حاجة مهمة من الحاجات اللي عندي في الورشة وبعزها جدا. نسيت المنجلة دي حبيبتي، دي مهمة جدا برضو عشان تمسك الخشب اللي انا شغال فيه، والمنجلة عشان تمسك كل الحاجات في مكانها عشان اقدر اشتغل انا بثقة. الحقيقة حكاية الصوت دي برضو مش متاحة قوي، لانه هما ما عندهمش صوت معين، يعني ما فيش سكريبت ما بيكلموا، عادة بيبقى فيه ساوند تراك شغال والعروسة يعني بتسنك وبتمشي معاه وبتمثل عليه، لكن مفيش أداء صوتي أنا بعمله وأنا بحرك العروسة. عادة بيبقى ده جزء منفصل خالص، بتروح استوديو وتسجل صوت لشخصية معينة وهكذا. لكن مع عرايسي دول أنا بستخدم أغاني إما مخصوصة عشانهم أو أغاني مشهورة ومعروفة وكده، كل الحاجات تنفع. في عروسة ممكن تعمل في 3 4 أيام على حسب إمكانياتها وشكلها، وفي عروسة تاخد شهور، وخصوصا العرايس اللي زي دول هياخدوا وقت طويل عشان محتاج اسمه ايه ده مخمخ فيهم شوية اكتر يعني. وفي مشاريع ما خلصتش يعني بقالها سنين، يعني توقفت عند نقطة معينة، ما بقولش ان انا يعني ريحتها للأبد، بس لسه ما جاتش الفكرة المظبوطة والحماس اللي يخليك تكملها. يعني التحديات الحقيقة الأكبر إنك تعمل منتج مسرحي بالعرايس، التحديات الأكبر إنه يبقى عندك مكان تعرض فيه، التحديات الأكبر إنه يبقى عندك ورشة تشتغل فيها مش في البيت. مش المفروض أنا كمحرك عرايس أو كلاعب عرايس أعتمد على نوع واحد من الميزان، العكس المفروض إنه كل عروسة يبقى ليها ميزان اللي يساعدها تعمل حركتها بشكل أفضل وأدق وكده. الحاجة التانية هي فكرة الوان مان شو، العرض الواحد بعروسة واحدة، انك تبقى انت والعروسة على المسرح باينين من غير ما تستخبى او كده. ده كمان
جزء اتمنى ابقى طورت فيه في منطقه، لانه ده موجود في اوروبا كتير جدا. ف يعني ده جزء من اللي بحاول اعمله، انه يبقى الجمهور جوه الحدث بدرجه، يعني ما يبقاش بس متفرج كده من بعيد لبعيد، يبقى في جزء ليه علاقه بالمشاركه والانتر اكت.